الراديو 90 90، هواها مصر. النهارده حلقتنا عن برج القوس، يعني يمكن مركزين اكتر النهارده عشان برضو ايه كل حلقه بنقول حته وبننسى مع التوافقات. عايزين نعرف بقى انثى القوس عشان الستات ما يزعلوش. حاضر. انثى القوس هي شكلها او ملامحها فيها انوثه وفيها من الطفوله، شكلها بيوحي الطفوله وبيوحي الانوثه. بالاضافه هي انسانه حساسه جدا لدرجه كبيره، يعني حساسه عاطفيه جدا، حساسه جدا، عندها عفويه وصادقه جدا في التعامل، جارحه في نفس الوقت، جارحه من نوع كمان تكره الكذب والخيانه، وخصوصا الخيانه الزوجيه تكرهها جدا. بالاضافه كمان بتحب الصدق من جوزها، ولان هي صادقه وفي الحب يعني رائعة جدا 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 رائعة. أنثى القوس عندها بتعشق الغرام والحب، وفي سبيل إسعادة نفسها وإسعاد جوزها وإسعاد حياتها، يعني ده بيهمها جدا أنثى القوس. في كمان يعني بتتفنن في إسعاد شريك حياتها. أيوة، وهي كمان بتحب تبقى سعيدة، وغرامية وكل شيء، مخلصة حتى النخاع، مخلصة جدا، عشان كده هي بتكره الخيانة. طبعا طبعا. مصرفة بالفلوس، كريمة، تحب حريتها استقلاليتها، قريبة لرجل الميزان شوية بالحرية واستقلالية، تكره التقيد، تحب الانطلاق كمان زي الرجل القوس، بتحب السفر والرحلات، تحب العفوية والمظهر البسيط. أيضا تنقلب إلى أنثى قوية إذا حاول حد يعني مس كرامتها، طبعا هتنتقل لإنسانة شخصية قوية وزي ما قلنا جارحة. يعني نقدر نقول مفاتيح أنثى القوس الصراحة والإخلاص والحب والدلع والصدق. ما لازم يبقى صراحة وإخلاص. طبعا. يعني هي بتمشي ستريت. نعم. ما تحبش اللي حد بيلاوعها، ما تحبش حد يخونها، اكيد تحبش حد يضحك عليها. اكيد ده الموضوع، الخيانه دي عندها والكذب، هي اكيد عند كل الابراج الخيانه والكذب، بس في ناس بقى اكتر. يعني هي الابراج للبرج القوس بالذات الانثى القوس هي بتحب، يعني بتكره الكلام ده، بتحب الحب واللي زي ما قلنا الصدق والاهتمام والمشاعر. في الاضافه هي انسانه انثى جذابه رومانسيه،